ننطلق أو ينطلق غدا، ونحن حننطلق بفقرتنا الجديدة الآن، ولكن غدا ينطلق فعاليات منتدى الإعلام العربي في دورته 13، والذي سيضم عددا من الوجوه الإعلامية الفنية والفكرية من مختلف الدول العربية، وسيعقد تحت شعار مستقبل الإعلام يبدأ اليوم. وستواكب الجلسات الحوارية أحداث العالم العربي الراهنة، مع التركيز على أبرز المستجدات في عالم الإعلام خلال المرحلة المقبلة في ضوء التطور السريع الحاصل في أروقة صناعة الإعلام عالميا. للحديث عن منتدى الإعلام العربي وفعاليته تنضم إلينا في الاستوديو منى المري، رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا عرب. صباح الخير يا عرب بالفعل. خلينا نبدأ، يعني أنت ما شاء الله مواكبة منتدى الإعلام العربي من وقت ما كنت صغيرة، وأنت ما شاء الله عليك ما زلت مستمرة معهم. إيش أبرز الفعاليات أو الاختلاف هالسنة في منتدى الإعلام العربي؟ يمكن يعني احنا كل سنه هي تجربه لنا في دوله الامارات وفي دبي على وجه الخصوص، لنتعلم من احنا. الناس احيانا نقول دائما يشوفون اللي نقدمه انه يعني عمل جيد، وبالعكس دائما نسمع المديح اكثر عن الملاحظات، بس احنا دائما نحاول ان نقدم الافضل. نعم. فلهذا يمكن السنه اخترنا عنوان مختلف تماما، وهو المستقبل، مستقبل الإعلام العربي في ظل ما يحدث وفي ظل الثورات الإلكترونية خليني أقول والتكنولوجية. نحتاج اليوم كإعلاميين عرب أن ننظر إلى هذا الجانب ونتوقف عنده ونرى أين نحن اليوم، سواء كنا صحافة ورقية أو تلفزيونية أو حتى يعني مسموعة. أنا أعتقد اليوم الإعلام العربي يحتاج وقفة حقيقية لبحث بعض الأسباب التي أنا لا أقول أدت إلى تراجعه اليوم، ولكن قد تؤدي في الوقت القريب إلى انتهائه، وهذا أو انتهاء بعض أشكاله. ولهذا السبب جاءت يمكن هذه الدورة لتغطي هذا الجانب. نعم. وتركز بشكل أساسي على التقنيات الحديثة، على الجانب يعني الجديد الذي ايضا الذي غزا هذا العالم، وهو جانب التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد وما احدثه من ثوره حقيقيه في هذا القطاع. طب منى، بشكل عام يعني نحن لما بنحضر المنتدى بنشوف كثير من الزملاء والزميلات في الاعلام، لكن انتم كمان بتحرصوا على وجود شخصيات اخرى تضيف للمنتدى، اذا احكي لنا مين ابرز الوجوه الموجوده السنه؟ طبعا كافة صناع القرار الإعلامي بالإضافة إلى رؤساء يعني الصحف، رؤساء التحرير، مدراء التحرير، الكتاب، يعني لا أستطيع أن أحدد الأسماء بالأسماء، لأن نحن يعني تقريبا أكثر عن 200 شخصية إعلامية من الوطن العربي جاية من برا. نعم. هذه اللي تمت دعوتهم، بالإضافة إلى الشخصيات التي يعني سواء المتحدثين، كمتحدثين عندنا تقريبا فوق 40 متحدث، بالإضافة إلى يعني الشخصيات اللي سجلت على موقعنا الإلكتروني. هذا بالإضافة إلى المتحدثين الرئيسيين، عندنا شخصيتين اللي ستكون يمكن يعني في اليوم الأول، رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، وفي اليوم الثاني الشيخ وليد الإبراهيم رئيس المجموعة الأم بي سي. ويعني وأعتقد أيضا يعني هنا أشكر الام بي سي والعربيه والحدث الذي ايضا سيقوم بحفل الاستقبال في اول يوم للضيوف على المشاركه في هذا الحدث كشريك اعلامي صراحه استراتيجي معنا منذ بدانا هذا. احنا مشاركين سنويين. نعم. يعني خلص. نعم. منى، العام يمكن من أكثر الجلسات اللي شهدت تفاعل كانت جلسة يمكن باسم يوسف، وكمان اللي هو الموضوع الإعلام الجديد الساخر، وأيضا موضوع أنه الفنانين والفنانات اللي غزوا عالم الإعلام. صح. هل يعني تغيرت الرؤية هذه السنة؟ هل سيكون في زيارة لبعض هذه المواضيع أم مواضيع مختلفة تماما؟ نحرص دائما ان يكون هناك يعني جلسه، طبعا احنا جلستنا دائما بالعكس اعلاميه بحته تخصصيه فيها يمكن نوع من يعني تفاصيل الاعلام والقطاع وهمومه. صح. وايضا نتطرق الى الجانب السياسي الاقتصادي بصور يعني وبشكل من اشكال. صح. الجلسات المطروحه، ولكن دائما نحرص ان نضيف مثل ما يقولون
البانج او الـ 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 هي اللمسه اللي شوي الاثاره للمنتدى. فكان العام مثل ما شفتي كان يمكن باسم يوسف جلسته، وايضا كانت جلسه الفنانات التي اثارت السنه في عندنا جلستين، هي جلسه نجوم التواصل الاجتماعي، وهذه الجلسه متخصصه للشباب. تشوفين الواحد عمره 19 سنه عنده 700,000 800,000 مليون متابع، فهذا بحد ذاته يعني هاي الشخصيه يمكن لها تاثير اقوى عن مين حيكون حاضر منهم مثلا. صحيفه تتوزع 80,000 يوميا يعني. فتخيلوا التاثير. مين من النجوم الاعلام الجديد حاضرين؟ يعني في عندنا ادم صالح، هذا جاي هو من امريكا، مستقر في امريكا ولكن هو نشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. شخصيات كانت زايره مثل بدر الزيدان ايضا سيكون ايضا موجود العام السنه ايضا. عبد العزيز بن باز، هاي شخصيه إماراتية يمكن شابة انطلقت عن طريق الإنستغرام وبيكون أيضا موجود. يعني نبغى نطرح يمكن شيء مختلف، تأثير هؤلاء الشباب على المجتمعات وعلى الفكر وعلى الجيل. يمكن احنا في البعض ينتقد وجود مثل هذه الشخصيات في منتدى يعني له مكانته وهذا، ولكن احنا ايضا يجب ان ننظر في تفاصيل يمكن الواحد ما ينتبه لها، وهي هذه لهم تاثير طبعا. لا نستطيع ان ننكر هذا الشيء. هل هذا نفس السبب اللي دعيته عشانه منى البحيري صاحبه المقوله الشهيره شت اب يور ماوث اوباما عندكم في المنتدى هذا العام؟ بخصوص هذه يعني السيدة الخضراء أنا أعتقد الهدف كان من وجودها في عندنا جلسة اسمها ثورة الهوامش، ونقصد بها كيف الأشياء الهامشية اليوم أصبحت هي اللي تأخذ الأولوية وتكون وتتصدر الأخبار وتكون رئيسية. كيف تحولوا الهوامش إلى رئيس يعني خبر رئيسي. خبر رئيسي. فأحد المتحدثين سيتكلم عنها وسيتكلم يعني من خلال الجلسة سيتكلم عنها ويأخذها كنموذج. فحرصنا أن تكون موجودة في أثناء طرح هذا، يعني لن تتكلم، ولكن في عندنا شيء جديد اسمه ميت أند جريت، يعني قابلوا فنانين أو نجوم التواصل الاجتماعي. يعني فرصة للتعرف والحديث معهم. بس يعني على نفس الموضوع، يعني انت امس لما حطيتي على تويتر انها بتكون يعني انت عملتي تفجر المنشن عملتي يعني ريتويت للناس انه كل الناس كيف هاي تشارك، يعني لين حتى بعد ما وضحتي انها ليست مشاركة بس انه راح تكون حاضرة وكلها فعالة، يعني كل القنوات نتوقع يعني ردة الفعل الاثنين الايجابية والسلبية. يعني في ناس عندها انتقاد وانتم يعني ادرى لكل ما يطرح، وفي ناس بالعكس يمكن تنظر لها بطريقة مختلفة، تشوف أن إحنا هدفنا عندنا هدف إعلامي من وراها، عندنا هدف أيضا يعني نريد أن نوصل للناس أن نشوفوا اليوم يعني مين اللي يأثر ومين اللي يطلع ومين اللي يشتهر. أيوة. طيب يعني يمكن كمان في واحدة من الجلسات اللي يمكن مثيرة للجدل أيضا، وهي قضية يعني قضية مسكوت عنها في الإعلام، اللي هي الإعلام والشكل الجميل نوعا ما، ما حد يتكلم كثير فيها. هاي يعني جلسة للإثارة. أي. ويعني وحرصنا أن يكونون فيها يعني وجوه يمكن معروفة، يمكن ميساء مغربي أمل العوضي، يعني في ناس تحولوا من الفن والتمثيل إلى التقديم. وهذا بحيث لماذا يعني كان السؤال هل هو الشكل أم هو المحتوى؟ يعني كان إحنا نتكلم عن الشكل في مقابل المحتوى. فيعني أتمنى أن هاي تكون إضافات مختلفة مثل ما كانت الجلسات في العام الماضي اللي مثل هذا النوع أضافت للمنتدى وعطته يمكن شوية خفة يعني مختلفة عن الدسامة اللي إحنا معروفة فيها في جلساتنا طول اليوم. وعندنا يعني يومين الصراحة فيها ثقل ودسم إعلامي. صحيح. فنبغى نخفف في النهاية بعد مثل هاي الجلسة. طبعا في جلسة للعربية كمان تحديدا يعني. نعم. طبعا كل التوفيق أنت والفريق، يعني جهد جبار ما شاء الله عليكم. طبعا نحن بنشكرك على وجودك معنا وبنتمنى لكم كل التوفيق في الماراثون اللي حيبدأ عندكم. احنا هنخلص البرنامج شكرا ونكون عندكم إن شاء الله. إن شاء الله دائما أنتم ويانا. شكرا يا منى. كان معنا طبعا في الاستوديو منى المري رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.